عمرنا عارفين ان البيبسي والكولا بيتشربوا يا جماعه. تصدق ما كنتش اعرف، كنت عارف ان البيبسي والكولا بيتاكلوا. لكن اللي هنشوفه في الفيديو ده هيثبت لك وجهه نظر مختلفه تاني. هنشوف اغرب التحديات بالكولا والبيبسي بالمنتوس يا جماعه. يلا بينا على طول نشوف التحديات. ليتس جو. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رب معاكم على فيديو جديد. التحديات اللي انت هتشوفها مش هتتخيل ازاي كميه التفاعل. هسيب لك كل حاجه مفاجاه، بس قبل اي حاجه انزل لايك للفيديو ده، سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، وفعل الجرس يعني عشان تشوف كل القديم. يعني قلنا تغيير يا جماعه، كل الناس بتقول لنا تشوف الجديد، احنا نشوف القديم. يلا اوكي يا جماعه، عندنا هنا تحدي واحد معاه عربيه يعني لعبه يعني، ومعاه طبعا الكولا زي ما انتم شايفين الكولا يا جماعه، ومعاه هنا المنتوس يا جماعه. المنتوس ده هو سبب المتفجرات كلها. واو يا حبيبي، فشلت يا جماعه، اول واحده فشلت. اوكي يا جماعه التجربه الثانيه المحله. واو والله طارت. شوفوا عملت في الارض. لا والله المنتوس شغاله يعني، هو لو كان ضاف اكتر من واحده كان بس خاف على الترايبود. خاف على الترايبود، كانت هتشيله. شوفوا يا جماعه، شوفوا، ايوه دي من زاويه الترايبود دي. الكاميرا اكيد الكاميرا يا جماعه، هو خاف يحط اكتر من منتوس، هتطير له الترايبود بتاع الكاميرا. اوكي عندنا هنا التحدي الثاني برضو كولا ومنتوس، بس عندنا حوض سمك، فخلينا نشوف، او حوض ميه يعني. خلينا نشوف واحده منتوس برضو. يا عم ليه مش عايزين تزودوا المنتوس، عايزين نشوف متفجرات. اوكي يا جماعه سيب. اوه ماي جاد، بصوا السلو موشن. طب ورينا طيب الزاويه تانية يعني، عايزين نشوف راحت طارت فين يا جماعه. لو كان ضاف اكتر من منتوس في الكولا، في ازازه الكولا، واو والله كانت ممكن تطير في وش الطياره. او تيجي في مناخيره تعملها كده، يعوز يعمل عمليه تجميل. والله طارت يا جماعه، في واحد قاعد هناك في الجنينه كانت ممكن تنزل على دماغه. اهو هناك اهو. اوه بصوا طارت راحت فين. لا يا جماعه تجربه رهيبه. اوكي عندنا نفس الحوض السمك، بس يعني اكيد فكره مختلفه. واو كل دي كولا وكل دي منتوس. اوكي يا جماعه ايوان، كم حبه من المنتوس يا حبيبي، معاك جردل كبير من المنتوس يا جماعه. ورينا هتعمل ايه بقى يا مجنون انت. اوكي لا 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 يا جماعه تحذير يا جماعه، هيحصل انفجار. انا عارف كميه المنتوس دي يا جماعه مع الكولا دي هيحصل انفجار. خلينا نشوف يا جماعه. لا يا حبيبي بص قد ايه في البتاع دوت، في الحوض السمك ده. اوكي ايه اللي في الكيس، خلينا نشوف. هي مش مكتوب حاجه على الكيس حتى. اوكي يا جماعه خلينا نقول دقيق، بيرش دقيق. الدقيق طبعا عارفين الدقيق اللي بتعمل بيه كيكه كحك اي حاجه. اوكي خلاص كده عمل المنتوس، رش الدقيق، دلوقتي بيرش دلوقتي بيفضي الكولا. خلاص كده الكولا نزلت كلها، بسم الله. أو واخد مسافه بعيد. ها خايف. انفجار والله. بص يا جماعه المنظر رهيب. واو بص السلو موشن. بعد خاف، قال لك هتيجي في وشي تحرقني ولا ايه. بس المنظر رهيب بصراحه. اوه ماي جاد، كميه التفاعل يا جماعه الكولا مع المنتوس فظيعه. بصوا الدخان قد ايه. اوكي بصوا هنا زاويه ثانيه للمنتوس مع الكولا. انا اعتقد ان حوض السمك خلاص كده اتدمر. لا يصلح ان يعيش فيه سمكه بعد الان. اوكي يا جماعه عندنا هنا صاحبنا جايب كولا وفانتا وسبرايت. اوكي في حاجه ثانيه غير السبرايت؟ مفيش اي حاجه ثانيه غير السبرايت، كولا وفانتا وسبرايت بس. هنشوف التحدي. اوكي جايب منتوس، معرفش هيضيف كام حبة منتوس في الازاي. ثلاثة حاطط ثلاثة قدام كل ازازة واحدة، اكيد كل واحدة يعني مش محتاجة يعني. اوكي فتح الكولا اول حاجة، فتح الفانتا، فتح السبرايت، وبعد كده هيطلع يجري اكيد. وجاب صاحبه مساعدة. ايوه طبعا لازم يكون معاك صاحبك لان هيحصل انفجار. يوووو شلال يا جماعة شلال. السبرايت اكتر واحده طلعت لفوق طبعا. انا اعتقد ان لو كانوا حطوا اكتر من منتوس كانت ممكن تيجي في وشهم، لان ما كانش هيلحق يتفاعل المنتوس مع السبرايت، ما كانوش هيلحقوا يجروا اساسا. بصوا يا جماعه المنظر، واو شلال من السبرايت، شلال من الكولا.
اوكي طلع كده الكولا، عمل الفانتا والكولا، ناقص السبرايت، ناقص السبرايت. اوكي يا حبيبي يلا عبي الكولا بتاعتك، يلا ملونها اللون الاحمر كمان ومظبط حالك وتعبان وعامل شغل، ده لازق كمان والله لازقهم، مش عارف لازقهم بسمغ ده ولا بامير، ما علينا من كل ده، احنا اللي يهمنا التفاعل، عايزين نشوف التفاعل بتاع ال نشوف الصاروخ هيطير ازاي، ما انا عايز اعرف الصاروخ ده هيطير ازاي. فخلينا نشوف. ايوه نورينا اخر حاجه السبرايت يا جماعه، وهنشوف التجربه بتاعتنا ازاي الصاروخ ده هيطير. انت متخيل صاروخ من حاجه ساقعه، انت بتشرب بيبسي وكولا وجاب الفيري، جاب الفيري دافو المنتوس، المنتوس اخر حاجه. اوكي يلا ايوه كده خلاص. اوكي ايه ده يا جماعه، اعتقد ده الزيت بتاع الصاروخ يعني البنزين بتاع الصاروخ، فهو بيحط البنزين. اوكي وخلاص ده كده يعني المكان اللي يطلع منه النار بتاعه الصاروخ. التسليكه كمان، اوه ايه النبله دي، مفتاح الصاروخ يا جماعه. واو واو والله شفتوا انفجر ازاي، بصوا يا حبيبي طار والله طار واتفرتك 100 حته. تجربه اسطوريه بصراحه، كل حاجه انفجرت. ده الصندوق بتاع الفانتا، حاليا الكولا الفانتا بصراحه عملت صاروخ اسطوري. الكولا هو الكولا التفاعل كله اتعمل في الارض. السبرايت طارت شويه ونزلت تاني على كميه التفاعل. هي كميه التفاعل بص سلو موشن، طارت والله طارت مسافه كبيره ورجعت نزلت تاني. اوكي التجربه الثانيه يا جماعه، ازازه على الارض بس نايمه يا حبيبي نفسي اعرف اللي بيعمل التجربه مش خايف ان الحاجه دي تطير فيه. بص السلو موشن، بص التفاعل حصل ازاي، كميه المنتوس اتعملت مع انا مش عارفه كان حاطط سبرايت ولا ايه. شوفوا بص المنظر، واو بص حرك الازازه ازاي. اوكي يا جماعه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان زي ما قلت لكم عشان تشوفوا كل جديد على القناه. نشوفكم في فيديو تاني جديد، كان معاكم ابو علي، سلام.